اسمحوا لنا نفهم ده ايه وتاثيره على مجال اختصاص هذا الرجل وتاثير ابحاثه ايه على العالم. نفهم ده من الدكتور اللي بعزه شخصيا الدكتور هشام سلام استاذ الحفريات بالجامعه الامريكيه وجامعه المنصوره. اهلا بيك يا استاذ منورنا. اهلا يا دكتور. اهلا بيكم. اهلا وشرف، يعني شرف لي ان اكون مع حضرتك النهارده وبرنامجك الجميل. اهلا بيك. هل المقدمه اللي انا قلتها فيها شيء ضد العلم بشكل او باخر؟ لا ابدا، هو التطور هو العلم، يعني دي حقيقه احنا بنحاول نوصلها للمجتمع العلمي او المجتمع العربي بعموم الامر يعني. لكن زي ما حضرتك قلت هناك من يعني تقلبات ايديولوجيه بتخلي الناس ما تصدقش كثير العلم لو في تعارض مع الايديولوجيات المختلفه. لكن خلينا اقول الحقيقه ان العلم التطور هو علم يعني يعتبر من اساس او الشاسيه بتاع البيولوجي او علم الحياه عموما. فالحياة بدأت من مليارات السنين، مئات المليارات، يعني مليارات السنين، يعني حوالي أكثر من 3.5 بليون سنة فاتت لما بدأت الحياة كخلية واحدة في قاع المحيط. وبعد كده بدأت تتطور الحياة حتى وصلت على هرم الحياة وهو الإنسان. احنا علماء البيولوجي او دراسه البيولوجيه القديمه بندرس الكائنات التي لم يشهدها البشر مثل الديناصورات والحيتان واسلافها وكذا، ودي بتخلينا نشوف اللي ما نعرفش نشوفه في الزمن السحيق. فمثلا احنا عندنا ما كناش نعرف قبل كده، قبل علم البليانتولوجي وعلم التطور، ان الحيتان هي كائنات ثديه بريه في الاساس، كانت بتعيش على البر وغزت اليابس من حوالي 52 مليون سنه فاتت. واحنا عندنا هنا في مصر الحلقات الوسيطه اللي بتسجل هذا التتابع التطوري، ومش بس على الحيتان، لكن عندنا برضه في مصر اسلاف الفيله لما كانت بدات بحيوان صغير ملوش زلومه وتطور عبر الزمن لحد ما وصل لكل كائن عايش على وجه الارض او مات له سجل تطوري يفيد. والحيتان لما كان اصلها على البر ونزلت البحر والفيوم عندنا يعني مسرح واسع لدراسه ده. طبعا واحنا عندنا سجلنا بحث ممتاز جدا السنه اللي فاتت عن الانقراض الذي لم يشهده بشر اللي حصل في منطقه العالم كله في زمن الايوسين اولوجوسين او من حوالي 34 مليون سنه، واللي انقرض اكثر من 60% من الكائنات نتيجه الاحتباس الحراري والبروده اللي شهدتها الجو بعد الاحتباس الحراري مباشره. جميل. طب يا دكتور لو توقفنا النهارده عند عشان نفهم الناس علميا سافانتي بابو ده العالم السويدي اللي حصل على جائزه نوبل فيما يتعلق بدراسه اشباه الانسان وعلاقتهم بالبشر، لو توضح لنا النقطه دي خلاصه ابحاثه وصل لايه؟ ويعني ايه اشباه انسان؟ وانا اسف انا برجع حضرتك للمربع الاول، طبعا يعني الناس لسه مش فاهمه يعني ايه نياندرتال ويعني ايه هومو اريكتوس ويعني ايه هومو سيبيان، لسه مفيش كلام مفيش الثقافه دي. احنا كبشر او الانسان المعاصر بنسمى في كتب البيولوجي بالهومو سيبيان. أيوة. ولنا اسلاف قبلنا، ويعتبر الهومو نياندرتال هو الشقيق او ابن العم لينا اللي كان بينا، يعني احنا الاثنين جينا من سلف مشترك بناء على دراسات الدي ان ايه اللي بعملها اللي بترجعنا ان حصل انفصال بين النياندرتال والهومو سيبيان من حوالي 800,000 سنه، اللي هم اشباه الانسان اللي قبل قبل الانسان البشري العاقل الان. بالظبط. وكمان في قبلنا مش قرده زي ما الناس متخيلين، يعني اشبه عشان الناس تعرف كل حاجه يربطوها بالقرد والقرد والصوره اللي هي مخله دي. أنا ما عنديش مشكلة مع القرد، لأن في البيولوجي الإنسان مش أصله قرد. أيوه بالظبط. الإنسان أصلاً قرد، نوع من القردة العليا يصنف في كتب البيولوجي كنوع من
القردة العليا، والنوع ده اقرب للشمبانزي والبونوبو وانسان الغابة. بالضبط، دول الاقرب الاقارب لينا. لكن فرعنا احنا كهومو عندنا اكثر من 6 سبيسيز او انواع مختلفه، منها النياندرتال وهو الاقرب اللي عاش فيما في اوروبا وتزاوج معانا في زمن سحيق، ومن حتى الدي ان اي موجود، ودليل على ذلك من الدي ان اي موجود بيقول ان احنا في كان نوع من انواع التزاوج، وانقرض من حوالي 40,000 سنه، يعني من 40,000 سنه كنا احنا من مثلا من 50,000 سنه كنا متعايشين على الارض مع بعضنا البعض، وهو انقرض كان في انواع من البشر يعني لغايه 40,000 سنه. يعني لو رجعنا ب 100,000 سنه كنا حوالي 24 انواع مختلفه من البشر. انواع من مختلفه من البشر لكن جنس واحد وهو جنس الهومو. وطبعا لو رجعنا بالتاريخ لابعد من كده هنفضل نوصل بالشجره لحد بدايه الهومو، دول هم الهومو اريكتوس، دول اللي هم انتصبوا بقى. هنرجع ثاني بقى، هنرجع بقى للهومو دنبرج، ونرجع بين الهومو دنبرج لهومو اركتوس، وبعدين نرجع من هومو اركتوس لهومو يعني اللي هي كلها انواع من البشر. بالظبط كده، لحد ما نوصل للجده لوسي او اللي هي الاسترالوبيثيكس. طب اشمعنا بقى السؤال، اشمعنا عشان نعرف حركة هيطلعوا يشتموا، اشمعنا بقى الانسان الحالي هو اللي استمر؟ هو ده طبيعه التطور. ايوه بالظبط كده، عايزك تشرح لنا. طبيعه التطور بيحصل فيها كومبيتيشن، البقاء اكثر تكيفا للانسب. فطبعا الهومو نياندرتال كان عايش قبلنا في الارض قبل ما احنا نظهر، يعني بكثافه كده، وكان عارف اماكن الاكل والشرب والميه والحاجات. فاحنا كسمارتر فيرجن، يعني اكثر يعني ذكاء وتطورا باشكال مختلفه، قدرنا يحصل بينا فايت لحد ما انقرضت بقيه النياندرتال اللي هي ما قدرتش سرفايف وجود الكومبيتيشن مع الهومو سيبيان. فطبعا في اسباب نتيجه الاسباب المناخيه ممكن نقول عليها، ممكن اسباب مرضيه، في اسباب كثيره جدا بنسجلها في دراسه التاريخ التطوري للسجل البشري. فطبعا ده سيناريو كبير جدا موجود، وطبعا وده سر حصول الرجل النهارده على جائزه نوبل. او الاعظم من كده ان احنا ممكن قدام شويه نعرف الجينات المسببه للامراض، ونبدا نطور من المنظومه العلاجيه. فهي طفره طبعا في علم الاحياء وعلم الاحياء التطوريه. بس هو نظريه التطور سقطت في الغرب يا دكتور. هو لحد دلوقتي التطور جاي من الغرب، فهو جاي عندنا، فاحنا لا طبعا ما هو احنا طبعا انا طبعا بقول ده تريقه يعني، لان انا بشوف يعني حالك بتتعرض لهجوم شديد يعني. والله انا حقيقه يعني انت عارف ان الارث اللي احنا فيه دلوقتي يعني محتاج نوع من السياسه وطول النفس عشان نغير، ولا نأمل في تغير دراماتيكي، لكن نأمل في تغير بسيط، والأجيال المقبلة ستثبت بالفعل إن هي هتقدر. بس المؤسف يا دكتور إنه البعض حتى بيتهم بنظرية التطور بالكفر والعياذ بالله يعني. وأنا بشوف ده على يعني اللي هو شيء مخجل إن إحنا بنفكر في ده في القرن 21 الحقيقة. ما هو حضرتك برضو لما تيجي تبص تلاقي ما دام الحوار خرج عن النطاق العلمي، فتفهم بقى ان الموضوع ممكن يخش بقى يطول اعراض، يطول ديانات، يطول اي حاجه. المهم ان احنا مش لاقيين الحوار. طبعا كل يوم في جديد عن من الابحاث عن التطور والحفريات، لكن ما فيش ولا بحث واحد زي ما بقول، ولا بحث واحد موجود ضد النظريه، او هي يعني ضد الحقيقه العلميه اللي هي التطور. فطبعا عشان يعادل الجاب دي او يعادل النقصان دون، فالتطور يجي في اي اتجاه بقى يعني، ممكن اي حاجه، المهم ان احنا يبقى في معركه يعني. وانا طبعا ببقى حريص جدا ان انا ما اخش في اي معارك جانبيه، ولا ارد بنفس المستوى اللي هم بيشتغلوا.
على اي حال احنا بنشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا، ونتمنى لك مزيد من الفتوحات العلميه ومزيد من المقالات الممتعه اللي الواحد بيحب يستمتع بقراءتها. ودائما النظريات العلميه يعني حضرتك بتخضع للتجربه، انت بتعمل تجربه معينه بتطلع نتائج معينه، فانت خاضع للتجربه مش مجرد اهواء وافكار وشائعات وتجربه علميه وثبتت وتحققها مع الزمن نتيجه التجربه.